بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه والذين اتبعوهم بإحسان وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وعلينا وعلى مشايخنا وذوينا وأحبابنا وسائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر. ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا. ربي اتمم بالخير والسعادة. والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما علينا إلا البلاغ المبين. ثم لدينا قراءة باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القراءة قراءة القرآن. قراءة القرآن. قراءة إما في الصلاة أو خارجها. كلاهما داخلان في هذا العنوان. نعم. وهنا في بعض النسخ زيادة صفة، يعني باب ما جاء في صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت هذه الزيادة في النسخة أو لم تكن المراد هذا. نعم. باب ما جاء في قراءة يعني بصفة قراءة. ثم ما المراد بهذه الصفة؟ والمراد بها الترتيل والمد والوقف والإسرار والإعلال والترجيع وغيرها. هكذا يعني صفات للقراءة. إذن كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات؟ نعم. بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به في الدار، قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه قال حدثنا الليث رضي الله عنه عن ابن أبي مليكة رضي الله عنه عن يعلى بن مملك رضي الله عنه أنه سأل أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. هذا يعلى بن مملك رضي الله عنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. فإذا هي تنعت قراءة مفسرة. فإذا هي كلمة إذا للمفاجأة، أفادت أنها أجابت بذلك على الفور، يعني فور ما سئلت أجابت بدون تفكر ولا روية في قراءة في صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا كان هذا الجواب على الفور؟ ذلك يدل على ضبطها وقوة استحضارها لقراءته صلى الله عليه وسلم. أم سلمة رضي الله عنها كانت مستحضرة
بقوة صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ذكر ابن حجر رحمه الله. وقال الباجوري: والتعبير بذلك يشعر بأنها أجابت فورا لكمال ضبطها وشدة إتقانها. هكذا هكذا كانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنسبة إلى أفعال وأقوال وصفات وأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يراقبونها بدقة ويحفظونها بقوة ويستحضرونها حتى يستطيعوا أن يجيبوا بسرعة. نعم. ومعنى التنعت تصف، من قولهم نعت الرجل صاحبه وصفه، مفسرة، نعم، قراءة مفسرة بفتح السين، وهو البيان يعني مبينة، وحرفا حرفا حاله. إذن نعتها لقراءته صلى الله عليه وسلم يحتمل وجهين: أحدهما أنها قالت كانت قراءته صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يعني كانت قراءته ممدودة مرتلة، نعم مرتلة، كانت بالترتيل والمد والوقف هكذا، كان يسر ويجهر هكذا، يعني وصف هذه القراءة حرفا حرفا. أو يعني إن أو وثانيها أنها قرأت قراءة مرتلة مبينة وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مثل هذه القراءة. نعم، إما هي قرأت ثم قالت، يعني هكذا كان قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أو هي وصفت صفات قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا احتمالا. نعم. ثم وبه قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم رضي الله عنه قال حدثنا أبي عن قتادة رضي الله عنه قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مدا مدا، يعني كانت قراءته صلى الله عليه وسلم ممدودة. نعم. وهذا المد هنا إشباع الحرف الذي بعد ألف أو واو، إشباع الحرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء من غير إفراط في ذلك فإنه مذموم، يعني الإفراط في مد الحروف مذموم، فإذن كان بدون إفراط. روى البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أنها كانت مدا يمد بسم الله ويمد بالرحمن الرحيم هكذا. نعم. هذا هو المراد بالمد، أي ممدودة أو ذات مد هكذا يعرب. نعم. مد إما هو مصدر، إما بمعنى اسم المفعول يعني ممدودة، أو بحذف المضاف والتقدير ذات مد، لكن لما يستحق المد إما مطولا أو مقصورا أو متوسطا، وليس المراد المبالغة في المد بغير موجب كما يفعله قراء زماننا. هذا يذكر يعني إبراهيم الباجوري رحمه الله. هذا ليس يعني في مد قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبالغة ولا إفراط بغير موجب ولا مقتضي، كما يفعله قراء زماننا حتى أئمة صلاتنا، فلا أمد الله في أعمارهم ولا فسح في أجالهم. يعني هو هذا إبراهيم الباجوري رحمه الله غلب غضبا شديدا حتى دعا على هؤلاء الذين يمدون قراءتهم بغير موجب ولا مقتل. نعم. هذا أمر مذموم. نعم. ثم
وبه قال حدثنا علي بن حجر رضي الله عنه قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي رضي الله عنه عن ابن جريج رضي الله عنه عن ابن أبي مليكة رضي الله عنه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين. نعم. أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يعني يقرأ قطعة قطعة، هذا هو يقطع قراءته يعني يقف على فواصل الآية، يقف على فواصل الآية في رأس كل آية يقف ثم يشرع. فإذا ذكرت هنا أم سلمة ذكرت ووصفت قراءة ثلاث آيات، الحمد لله رب العالمين ثم الوقف، الرحمن الرحيم ثم الوقف، مالك يوم الدين ثم الوقف، ثم كذلك يعني في سائر الآيات أيضا. ومن ثم قال أئمتنا يسن للمصلي أن يقف على كل آي من آي الفاتحة، نعم، على رأس كل آي من آي الفاتحة يسن الوقف، نعم، هكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم. لكن هذا في الصلاة، أما في خارج الصلاة هناك ورد فضل في بعض الأحاديث في قراءة سورة الفاتحة بنفس واحد واحد، نعم، لكن هذا في خارج الصلاة ليس في داخل الصلاة. في الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يقرأ يقطع يعني يقف في رؤوس كل آية، نعم، وهذا لأجل يعني تيسير التدبر في القراءة، القراءة مع التدبر. فإذن وهذا يسهل الأمر في التدبر في الآيات، لذلك يقف في رؤوس كل آية في فواصل كل آية، هذا صفة مشروعة في القراءة، نعم. يقطع قراءته من التقطيع وهو جعل الشيء قطعا قطعا، هذا بالنسبة إلى الفاتحة فقط، هذا أيضا في الصلاة يسن الوقف على رؤوس الله وإن تعلقت بما قبلها، وإن تعلقت ممكن هذه الآيات تتعلق بما بعدها، نعم، كما صرح به البيهقي وغيره. ثم هنا وكان يقرأ مالك يوم الدين بالألف، هكذا الروايات في نسخة الكتب هكذا مالك يوم الدين، لكن هنا ذكر الإمام القسطلاني رحمه الله بالنسبة إلى الرواية أي بالألف كذا في جميع نسخ الشمائل، مالك يوم الدين مالك يوم الدين. قال القسطلاني رحمه الله وأظنه سهوا من النساخ، والصواب ملك بلا ألف ملك يوم الدين كما أورده المؤلف في جامعه، وبه كان يقرأ أبو عبيد ويختاره. فإذا هذا بالنسبة إلى رواية هذا الحديث، أما بالنسبة إلى قراءة هذه الآية هناك قراءات مختلفة كما هو مشهور، أما بالنسبة إلى رواية هذا الحديث الصواب بدون الألف، هذا قول القسطلاني بالنسبة إلى رواية هذا الحديث فقط، ليس بالنسبة إلى قراءة هذه الآيات، ذاك أمر آخر، نعم. ثم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه قال حدثنا الليث رضي الله عنه عن معاوية بن صالح رضي الله عنه عن عبد الله بن أبي قيس رضي الله عنه قال
سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعله، قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. والذي سبق بيان أم سلمة رضي الله عنها، وصف أم سلمة لصفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني وصف عائشة رضي الله عنها لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال عن الإسرار والجهر، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهما جميعا. هذا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أي بالليل، وإلا يعني لو كان في السؤال لو كان عن قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلوات المكتوبات والصحابة يعلمون، فهذا سؤال لعائشة، والعائشة تعلم، عائشة تعلم عن تحضر وتشهد لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل. ذلك سؤال عنها يعني عن القراءة بالليل. ذكر إبراهيم الباجوري رحمه الله هنا قوله عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أي بالليل. ما هو شاهد هذا التفسير؟ كما يعلم من صنيعه في جامعه حيث أورده في باب القراءة بالليل بهذا الإسناد بلفظ: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. نعم، هناك تصريح. نعم، ثم هناك حكمة لسؤال موجودة عندما يكون سؤال عن قراءته بالليل. نعم، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهما، يسر ويجهر. ثم فإذا يجوز كل من الأمرين. واختلفوا في الأفضل خارج الصلاة، ورجح كلا طائفة، والمختار أنما كان أقرب للخشوع وأبعد وأبعد عن الرياء هو الأفضل. نعم، ما كان أقرب للخشوع وأبعد عن الرياء هو الأفضل. نعم، هذا ذكر ابن حجر رحمه الله والباجوري أيضا. والأفضل منهما ما كسر خشوعه وبعد عن الرياء. بالنسبة إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، كان متوسط بينهما، مرة يجهر ومرة يسر. أما قراءة المكتوبات هو معلوم، نعم، أمره معلوم. وإذن هو حمد الله تعالى على ما جعل في الأمر سعة. نعم، فإذن هذا يعني اختلاف الأحوال، مشروعيته اختلاف الأحوال فيه يعني سعة كما هو معلوم. سعة لأن النفس قد تنشط إلى أحد الأمرين، فلو ليق عليها بتعين أحدهما ربما لم تنشط إليه فتحرم هذا الخير الكامل. فإذا لو نشطت للجهر يجهر، لو نشطت النفس للإصرار يسر، هكذا. لو كان أحدهما أفضل، لو كان الأفضل أحدهما، أو لو كان المشروع أحدهما يتليق عليه، مرة نفس الرجل لا تنشط للجهر فلا يجهر. إذن لو كان الأمر الإسرار، لا، لو كان الأمر الجهر مطلقا فيفوته فضل هذا الجهر في هذه الحالة، هكذا. وهذا التشريع
يحصل للرجل فضل حالين، فضل حال الإسرار والجهل. ثم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان رضي الله عنه قال حدثنا وكيع رضي الله عنه قال حدثنا مشعر رضي الله عنه أن بلال العبدي رضي الله عنه أن يحيى بن جعدة رضي الله عنه أن أم هاني رضي الله عنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنه. إذن كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاته ليلا عند الكعبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، هو يقرأ في صلاته، هي تسمع قراءته أين؟ هي على عريشه، عريشها نعم. كما جاء في رواية، فإذن هذا هو يقرأ في صلاته ليلا عند الكعبة، هكذا ورد به رواية. فهذه القصة كانت قبل الهجرة. وقوله أنا على عريشي، والحال أني نائمة على سريري. عريش، عريش هو ما يستظل به أو ما يهيأ ليرتفع عليه، ما يهيأ له ليرتفع عليه. فإذن هذا سرير، يعني عريش يطلق على الأمرين، ما يستظل به يعني السقف يقال له عريش، كذلك سرير أيضا هذا يهيأ لأن يرتفع عليه. فإذن هنا معناه هذا الثاني يعني السرير. فإذن هي على نائمة على سريرها، ثم هي تسمع يعني قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاته عند الكعبة. ففي رواية كنت أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وأنا نائم على فراشي. هكذا يعني في رواية أخرى وأنا نائم على فراشي. يرجع بالقراءة، ثم ليس هذا السماع يعني صوتا فيه خفاء، بل يعني هي تسمع قراءة والهة، لذلك جاء وصفها لقراءته في رواية أخرى. ماذا قالت؟ يرجع بالقراءة، الترجيع يعني تقطيع الصوت، نعم تكرير الصوت، يرجع بالقراءة. فإذن هذا حال جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، عندئذ هي سمعت، نعم. ثم سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر أيضا، لو أسر لا يسمع من بعد، بل لو جهر يسمع من بعد، نعم. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان رضي الله عنه قال حدثنا أبو داود رضي الله عنه قال أنبأنا شعبة رضي الله عنه عن معاوية بن قرة رضي الله عنه قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ ورجع. قال وقال معاوية بن قرة رضي الله عنه لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. نعم. والذي سبق يعني قراءته صلى الله عليه وسلم بالتقطيع، وهذا بالترجيع رجع. نعم. فإذن عبد الله بن مغفل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم فتح مكة. نعم. على ناقته أي حال ركوبه، حال كونه راكبا على ناقته. نعم. العذباء وغيرها يوم الفتح أي فتح مكة. نعم.
ففي هذا الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان ملازما للعبادة حتى في حال ركوبه وسيره. رسول الله صلى الله عليه وسلم راكب على ناقته ومع ذلك كان يقرأ. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم للعبادة في جميع الأوقات. نعم، هذا يدل عليه. فإذن فوق ناقته يقرأ القرآن، نعم، يجب الاتباع به ألا يضيع شيء من الأوقات من اللحظات، بل يشتغل. ثم قرأ هذه السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، نعم، وليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فإذا هنا ذكر الله سبحانه وتعالى أربعة أمور، ما هي المغفرة وإتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز. هذه هي الأمور الأربعة اجتمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. فإذا ما المراد بالمغفرة هنا؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. المراد بالمغفرة العصمة، يعني عصمناك من الذنوب فيما تقدم من عمرك قبل نزول الآية وما تأخر منه، يعني من نزول الآية، يعني جعلناك معصوما. هذا المغفرة معناها هنا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصمة، نعم. ينبغي تأويل هذا، وكذلك في القرآن أيضا في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ما المراد بهذه الآية؟ وضع الوزر، وضع الوزر يعني العصمة. فإذا هذه عبارات جميلة فيها طلاوة الأدب، طلاوة التعبير، نعم، عبارة عن العصمة، نعم، لأن العصمة ثابتة بالدليل القطعي العقلي. العصمة للأنبياء ثابتة، نعم. فإذا ينبغي تأويل ظاهر هذه الآيات، نعم. عصمناك من الذنوب بما تقدم من عمرك قبل نزول الآية وما تأخر منه. هذه المغفرة تأتي على معاني، يعني تأتي على معنى محو الذنب، محو الذنب. فإذا يكون صاحب هذا المغفرة ارتكب ذنبا غفر له، يعني محا محي ذنبه، محا الله ذنبه. من أين محاه؟ يعني من الكتاب، من الصحيفة التي يكتب فيها الذنوب. فكذلك محا من ذاكرة الشهود، يكون هناك شاهد، شاهد الوقت، شاهد المكان، هكذا شواهد، شهود، من ذاكرة هذه الشهود يمحى، نعم، هذا هو المحو. وكذلك الله تعالى لا يعاقب عليه، هذا أيضا من معنى المحو. وكذلك تأتي المغفرة بمعنى رفع الحسنات، الدرجات، كتابة الحسنات ورفع الدرجات، نعم. هذا بالنسبة إلى من ليس له ذنب، من ليس له ذنب، مثلا هذا رجل ليس له ذنب أصلا يمشي إلى المسجد، فإذا يحط بكل خطوة سيئة كما ورد في الحديث، وهذا الرجل ليس له سيئة، فإذا ماذا يحط عن وزره وسيئته؟ معناه يكتب حسنة ويرفع درجة في مقابلة يعني ما هي السيئة. هكذا المغفرة تأتي
حتى الوزر المغفرة تأتي بهذا المعنى أي لا. نعم، كذلك معنى ثالث يعني في حق الأنبياء والملائكة المعصومين استعمال كلمة المغفرة بمعنى العصمة. نعم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر 70 مرة كل يوم ولا نعم أو 100 مرة، هكذا اختلاف الروايات، 70 مرة أو 100 مرة. ما معنى استغفار بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني دعاء لرفع درجاته، وكذلك كتابة الحسنات. نعم، هذا هو معنى المغفرة في استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم فقرأ ورجع، ما معنى هذا الترجيع؟ قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة ورجع. الترجيع قيل ترديد القرآن ومنه ترجيع الأذان، وقيل تقارب ضروب الحركات في الصوت وهو المراد هنا. نعم، أنواع الحركات في الصوت تقاربها، إذ المروي عن صفة ترجيعه هنا أنه كان يمد الصوت في القراءة نعم هكذا. قال ابن الأثير إنما حصل منه هذا والله أعلم لأنه كان راكبا فحركت ناقته وذبذبته فحدث الترجيع في صوته، يعني لما كان هذا قصدا، هكذا ذكر ابن الأثير، لكن ذكر بعده بعد نقله ابن هجر قال وفيه نظر، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قصدا، وكان حكمته أن الترجيع ينشأ غالبا عن أريحة تحدث عن النفوس سرورا وانبساطا، ولا يشك أنه حصل له يوم الفتح حل وافر وكان سببا لترجيعه، يعني في ذلك الوقت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على غاية من السرور والانبساط، لأجل هذا النشاط بسرور رجع. نعم، هذا الترجيع من تحسين الصوت بالقرآن. نعم، ثم الترجيع منه أيضا نوع مذموم. قال ابن هجر وقد كثر الخلاف في التطريب والتغني في القرآن، والحق أن ما كان منه طبيعة وسجية كان محمودا، وإن أعانته طبيعة على تحسين وتزيين كما مر النبي موسى رضي الله عنه لتأثر التالي والسامع به لخلوه عن التكلف والتصنع، أما ما فيه تكلف وتمرين بتعليم أصوات الغناء بألحان وإيقاعات مخصوصة فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها. نعم، ومن تأمل أحوال السلف علم أنهم بريئون من التصنع والقراءة بالألحان المذمومة دون التطريب والتحسين الطبيعي. نعم، فإذا هذا يعني تغني تطريب ترجيع كل هذا لو كان هكذا يعني قسمان مذموم ومحمود، الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمود. رجع ذكر في شرحه ابن إبراهيم الباجوري أي ردد صوته بالقراءة. نعم، وقد فسره عبد الله بن مغفل بقوله بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة 3 مرات، وذلك ينشأ غالبا النشاط وانبساط. نعم، ثم سيأتي في حديث آخر أنه لا يرجع القراءة، فإذا ليس بين هذين الحديثين تناف، هنا قال رجع وفيما سيأتي قال لا يرجع. لماذا؟ هذا الترجيع في بعض الأحيان كان يتركه أحيانا لفقد مقتضيه أو لبيان أن الأمر واسع في فعله وتركه. وقال ابن أبي جمرة معنى الترجيع المطلوب هنا
تحسين التلاوة ومعنى الترجيع المنفي فيما يأتي ترجيع الغناء، لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. هذا ترجيع الغناء مذموما في القراءة، أما ترجيع النشاط طبيعة سجية فلا بأس بها، وهو محمود. الله ثم معاوية بن قرة رضي الله عنه ماذا قال؟ وراوي عن عبد الله بن وهب: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال في ذلك الصوت أو قال في ذلك اللحن. إذن هو لأجل خوفه ترك هذا، يعني لأخذت لكم في ذلك الصوت، معناه لشرعت لكم فيه، يعني هو يقرأ بهذا الصوت واللحن. يؤخذ من هذا أن ارتكاب ما يوجب اجتماع الناس مكروه، متى إن أدى إلى فتنة أو إخلال بمروة. نعم، وإلا فلا بأس. نعم، هو حسن اجتماع الناس للاستماع إلى القراءة بدون أداء اجتماعهم إلى فتنة أو يعني تفويت خلال بمروة، هو محمود حسن، لكن هو خاف لأجل هذا، يعني لأجل الفتنة أو إخلال بمروة خاف وترك. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه قال حدثنا نوح بن قيس الحداني رضي الله عنه قال عن حسام بن مسك رضي الله عنه عن قتادة رضي الله عنه قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. نعم، هذا الحديث بظاهره ينافي الحديث الماضي، لكن في الحقيقة ليس تناف كما ذكرنا، يعني الترجيع يعني عند النشاط يفعله صلى الله عليه وسلم، وعند عدم النشاط يتركه صلى الله عليه وسلم، وفي الأمر ساعة. نعم، هكذا مرة يفعل ومرة يترك، أو الذي ترك أن ترجيع الغناء، ترجيع الغناء تركه. نعم، أما ترجيع التلاوة تحسين التلاوة هذا المفعول. نعم، ثم لماذا يعني هذه الحكمة؟ ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، هذا الحسن الظاهر يدل على الحسن الباطل، قال ابن إبراهيم الباجوري رحمه الله، أي ليدل حسن ظاهره على حسن باطنه، لأن الظاهر عنوان الباطن، الظاهر عنوان الباطن. نعم، لذلك حسن الظاهر يدل على حسن الباطن. نعم، يشير إليه الدعاء المأثور المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء عند الرؤية في المرأة، النظر في المرآة، عند النظر في المرآة الدعاء: اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. نعم، خلق أمر باطن يظهر آثاره، الخلق يتصف به القلب. نعم، هذا التواضع، وكذلك عدم الكبر عدم العجب كذا كذا. نعم، مصدر هذا أمر باطن. وكذلك ورد في حديث: اللهم حسن علانيتي وجعل سريرتي خيرا من علانيتي. نعم، وهذه الأدعية تشير إلى هذه الحكمة، يعني الظاهر عنوان الباطل. نعم، ثم هكذا قال: كان نبيكم حسن الوجه حسن الصوت،
وفي رواية، هذا رواية المصنف في جامعه، كان نبيكم أحسنكم وجها وأحسنكم صوتا. على حقيقة اسم التفضيل، كان نبيكم أحسنكم وجها وأحسنكم صوتا، صوته أحسن، وجهه أحسن على حقيقته. فإذا هناك حديث البيهقي، هل ينافيه بيهقي وغيره ماذا؟ أنه صلى الله عليه وسلم قال في ليلة المعراج بالنسبة ليوسف عليه السلام: فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله، هذا رجل يوسف عليه السلام على أحسن ما خلق الله، هل بينهما تنافي؟ لا. لماذا؟ ثم قال: وقد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب، هذا بقية الحديث، لأن المراد أنه أحسن ما خلق الله بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما على الإطلاق أحسن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعده من؟ يوسف عليه السلام. هكذا، نعم هكذا جميع. نعم. ثم وبه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال حدثنا يحيى بن حسان رضي الله عنه قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد رضي الله عنه عن عمرو بن أبي عبد رضي الله عنه عن كريمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. الحجرة من؟ في الحجرة يسمع، يعني ربما يجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، فإذا يسمع من في الحجرة، الحجرة صحن البيت، حرم البيت، نعم، وهي الأرض المحجورة أي الممنوعة بحائط محبت عليها، هكذا يكون مكان خالي أمام البيت، صحن محجورة، نعم، حجرة يعني محجورة، نعم، وهو في البيت، والحال أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فإذا قرأ في بيته ربما يسمع قراءته من في حجرة البيت من ناحيته، ولا يتجاوز صوته إلى ما وراء الحجرات، نعم. هكذا ربما، ربما يعني ينصت يسر بالقراءة فلا يسمع، نعم. هكذا كانت صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعده باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله سنقرأ فيما بعد ونتواصل. والله ولي التوفيق، وآخر دعوانا الحمد لله.